وكان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر. وكان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر. يا زنجيره عمر يا باشا، احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا لا بشمر كمان ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى قال اللي كسر محل الراجل اللي ولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولا حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل افتح بقك يلا افتح. الاحة يا باشا والله وشربك الاحة. الاحة ولا بلاحة؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كوره صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. صوت فتحي يا صوت فتحي. تمام يا فندم. ما هو برابس الواد ده ينزل كل اللي بطنه وتحرزه لي. حاضر يا باشا تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. الفول هيثم بيه. يا اهل يا رايق، هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسالوا سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلنا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي واحنا قاعدين نسوم بتروح اسام. يا اخويا انا بس عايزه اطمن، وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين كمان؟ هي لوكاندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. اطمنا يا اخويا. ماشي. ايه يا عم ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناه لك هنا، ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان؟
بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي ارتبها معاك وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده رايق مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح. السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود. كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. ما تصدقش ده كلام جرايد. في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه. والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف. مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه؟ بسيطه بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك؟ بس اقدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب. انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا. عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد. ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ متقلقش. دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها. يا عم وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا. نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. نورنا يا باشا. هلا اديب ازيك؟ ازي معايا خدمه يا باشا؟ ربنا يخليك. نورنا والله يا باشا. عيش يا باشا. عيش. ايه؟ مين اللي نقل موجه من اول ورا كده؟ هو انا نفس النقص يا باشا. اه ما شفناش فلوس. طب روح شوف شغلك انت. اه انا بس. وجه يا باشا. مساء الخيرات. اهلا ديبو. ايه اخبارك؟ كله تمام يا باشا. والله لو كنت كلمتني كنت قلت لك اجلها النهارده وبلاش. قصدك يعني علشان منصور الزفت؟ هو في غيره يا باشا؟ هو اللي بيهلفط بالكلام. ده حتى طلع بكره في العاشره مساء، محدش عارف يقول ايه يا باشا. سيبه يتكلم، انا عايز اوصل لاخره ايه. يا باشا لو عايز نتصرف معاه قول لي. اللي زي ده ملوش غير حل من الاثنين. يا اما نسيبه يتكلم وساعتها ما نضمنش تاثيره على الناس هيبقى عامل ازاي. يا اما ياخد فوق دماغه من اول مره. ماشي يا ديبو. اتصرف. والله يا باشا ما كده مفيش داعي. النبي يا باشا ما تقولش كده. امسك امسك يا راجل. مساء الخيرات. مساء الخيرات يا منصور باشا. اهلا يا ديبو. قول لي اخبار الخرفان اللي هناك ده ايه؟ تعبان يا باشا. تعبان من اللي قلت عليه امبارح. عشان كده قاعد لوحده زي الولاء يا باشا. هو مش عايز يفهم ان حزب الكراسي الموسيقيه بتاعهم ده خلاص راحت عليهم على اللي راحوا. بس انا يا باشا برضه اللي سامعه غير كده خالص. ده ناوي يعمل حمله تشويه قذره لكل رموز البلد المحترمه. ما هو ده منهجه من اديب. بقول لك يا باشا احنا عايزين ناخد بالنا. احنا من شويه مسكنا واحد صحفي ومعاه كاميرا وكان مخبيها. ممكن يفبركوا حاجه كده ولا كده ساعتها ما نضمنش الظروف هتكون ايه. تصور حاجه يا ديبو؟ لا يصور ايه؟ محدش يقدر يصور حاجه وديبو موجود يا باشا. احنا نقول برضه بس يعني ايه ناخد احتياطنا يعني. ماشي يا ديبو. ميرسي يا ديبو. مفيش داعي يا باشا والله. ارتاح. ميرسي جدا. رايح فين يا باشا؟ لا محتاج انام بدري عشان عندي اجتماع بكره في الحزب. ماشي يا باشا. النوم بدري صحي برضه. نعم يا باشا. قطعهم وقطعت سيرتهم. انا اول ما بسمع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. اه زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقتي؟ خدوه يا حبه عنوه تلات اربع ايام وما حدش يعرف عنه حاجه. لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيص وعقر هو اللي طلعوا منها زي الشعره من العجينه. والله الولية دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل لك يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجه ايه يا بنت؟ ما ترسي كده. هي من امتى الداخليه كانت بتيجي تاخد رجاله من عندنا؟ يقوم لما يشطحوا ينتحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سمير. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه على الراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي، ولا ايه يا زوزه؟ يا خرابي يا لهوي، بتضحكي يا وليه؟ واخويا مقبوض عليه يا خرابي. بتضحكي يا وليه؟ الوليه ده اهي، هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه عشان ده. يا لهوي اظن انت اتكلمت كذا مره وانا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجه واحده بس، انه لا الظرف ولا الوقت مناسب ان انا ارد على حضرتك. وقت ايه وظرف ايه يا مدام؟ تكونيش فاكره ان انا بتصل احب فيك واقول لك نرجع لبعض. انا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز ايه؟ يعني اكون عايز ايه يعني؟ عايز اكلم رامي ابني ولا عندك مانع ان شاء الله؟ عشان اكد لك انك مش بس زوج فاشل، انت اب فاشل كمان. انت عارف الساعه كام دلوقتي يا بني ادم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده إجازة بكرة ولا إيه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعقيش أنت بصوتك دوت، اللي فكرني بأيامك الزفت. أيامي أنا الفقر يا واطي. آه، أيام أنا. وماله؟ حسابي يجمع يا حلوة. أنت بتهددني؟ بتهددني يا بتاع أنت؟ أنت ناسي كنت إيه ولا إيه يا سعيد؟ ناسي كنت إيه وأنا وبابي عملنا منك إيه؟ أنت كنت حتة مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضه عند الخواجه ولا نسيتي اصلك؟ ايه؟ سكت يعني؟ ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك اني هاجي اخد رامي كمان يومين، يجي يقعد معايا في السخنه. عايز اشوف القريه عندي بقت عامله ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمه اديتهم لك. اكتر من كده انسى. بتزعلي من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه، اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه، عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه ويعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضه؟ اه صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تطوع في الحوار ده يا بيبي؟ بس طب مزاجنا مش بحاجه تانيه. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمل اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها يا ياسين. فاكر يعني كان زمان. لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا. لكن بقى كل سنه وانت طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها. واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه. حرس ولا اتخون؟ بص يا نجمه. اللي زي هيثم ده اصله شبطه. لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في الازهر. يقعد ينبح علينا في رايحه ولا جايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعلي يا صاحبي ارمي له حته عظمه يتلاقي فيها وريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق. اتكل على الله انا بقى هحلم شويه. ماشي يا عم، الدنيا تعبلك معانا. عيب يا وسخ، ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. سلام. سلام يا وليد. انت وراحت ماسكه في زماره رقبتي وعينك ما تشوف الا نور، واطلعي بره يا بنت الكلب. ايديها عامله زي المرزبه، زي المفتاح الانجليزي، حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو. غلبانه والله الست دي ياما. يا كبدي عليها، بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتساير وواعيه اللي بنقوله، وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها. هما مين دول اللي يحضروا ياما؟ خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر. زهايمر؟ هو ايه زهايمر ده يا بنت؟ زهايمر ياما يعني بعيد عنك كده، فقد اللي بيحصل حواليها، يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي، واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش. علشان كده على طول جايبه في سيره صلاح اخوها. هتلاقيها كده على طول عايشه بتحكي في بتوع زمان وخلاص. بس ده مش عاجبني خالص. ممكن تشوف لي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي؟ انهي تشكيله فيهم يا فندم؟ التشكيله اللي هناك عندك دي. انهي واحده؟ معلش لا مؤاخذه مش واخد بالي يعني. اقول لك؟ خلاص خلاص. انا ممكن اشوف الاسوره دي. ماشي اتفضلي. بس مالها خفيفه قوي كده ليه؟ دي خفيفه. طب حضرتك ممكن تشوفي دي. لا 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 مش عارفه والله. بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت؟ فاكر. فاكر عملنا فيه ايه؟ وديناه الاسم. لا 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 افتكر كده، قبل ما يروح الاسم عملنا ايه هنا في ايه في المحل؟ يا نهار ابيض يا جيجي، ده كان علقه ما خدهاش حمار في مطلع. مش كده ولا ايه؟ ايوه. في ايه؟ انت بتمسكي شنطتي ليه؟ عايزه ايه؟ ما خدتش حاجه.
مفيش حاجة. أنت متأكدة؟ أمال ده إيه يا رحمة؟ يا نهار أبوك يا أسود، أنا هتصل بالبوليس. استنى يا فاروق، تمم على حاجتك الأول. شوف شو وشك هنا تاني. هور ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق. مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه؟ ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين؟ دي اتعلمت الدرس، مش احسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجن. هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعبي. خلاص يا فاروق حصل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ماشي، انت عارف حاجه؟ سلامتك. مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلي مخصوص؟ بفك عن نفسي شويه، وكمان ما بحبش اشوفك تنزلي لوحدك. ايه مش الناحيه دي، قلت لك الناحيه دي مليون مره. انت اللي اسمك دياب؟ ان شاء الله. امسك يا دياب. مفيش داعي يا سعادتك، احنا خدمينك من غير اي حاجه. انا عرفت ان البنت اللي اسمها سماح دي تبعك. لو البنت دي تخصك بجد قول لي عرقك كام. اما بقى لو بتسمعك فيك اخلع نفسك من الليله دي خالص. انا لسه ما خلصتش كلامي. هو كده كده البنت دي هتجهز وتجيلي بكره، وانت اللي هتجيبها بنفسك يا دياب. طب اسمع بقى، ده البنت دي كده ولا انا ينفع يتقال لي كده؟ يالا انت صدقت انك برنس ولا ايه؟ اوعى تكون مصدق شويه الهلاهيل اللي ملبسينها لك جوه دي. صح يا باشا، ما الهلاهيل دي ياما بتداري. بقول لك ايه؟ زي ما قلت لك، البيت دي تخصني والمكان هنا يخصني، والمكان ده هيمشي بنظافه طول ما انا موجود فيه، لو دماغك في حاجه تانيه هتلاقيها بره مش هنا. ها؟ بره. ماشي. ماشي يا دياب. نادين، مدام فادية عداكي جوه. حاضر. اوكي. فيروس فتحي، دي تالت مرة تفر في الورق، طب دور على حاجة جواه. أنت شايف يا رائي الأرض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام. وأنت فاهم طبعًا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بإبرة، وأنت جاي دلوقتي عايز موافقتها. طب ده وقته، ده وقته يا رائي. أولًا الأرض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركة مساهمة، هو ليه 20% بس. ثانيًا بقى، مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا طالما ما صدرتش أمر بالتحفظ على الأموال. ثالثًا بقى والأهم، انت مش جاهد بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجه. الورق قدامك ده سليم، محتاجين امضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص، احنا ان شاء الله عشان خاطرك من بكره هنسعى نجيب الموافقات دي، وربنا يستر. وانا عينيا ليك يا سكر. جهز لي 600. كتير يا عم الحاج، السيوله اللي مع الناس عايزين يرموا بيه اساس عشان يبقوا فتحوا بطن عيان وخلصنا منه. اياك شيموت العيان، ارض ب 30 مليون مستكتر نسبة 2%. أكيد يا راي أنت جاي تهزر. يا راجل يا طيب، ده أنا سادد عنك 100 إيد وبق وهسلمك على مية بيضة. هسلمك على الجاهز. يا عم خلاص، خلاص هعمل لك إيه؟ ما أنت كل مرة تاكلني وتضحك عليا. طب أقول لك إيه؟ اسمع. إيه رأيك بقى تديني شقة في كل دور على الأربع عمايل؟ ماشي؟ طب ايه رايك انت بقى؟ ما تاخد دورين مقفولين في عماره واحده. اهو دور اتكتب باسم المدام، ودور اتكتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. This is the papyrus plant, and as you can see, it turns into paper. But we have to get all the water out of it. So we put it like this, and we use the hammer to bring out all the water. And this is not for pizza here. We use it for the plant. As you can see, all... Oh, sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟
انا مش قلت لك 100 مره ان ده مكان شغل؟ ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي، وانا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. اخلصي، في ايه؟ يوسف انا حامل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الناس كلها بتتكلم عن انجازات سيادتك يا فندم. سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندم. بس اللي يهمني انت لسه ما سمعتوش. اعرفه يا فندم، اعرفه وابلغ سيادتك بيه على طول. عندنا ايه النهارده؟ الميتنج مع وكلاء الوزاره بعد ساعه، بعد كده لازم اتحرك على المطار عشان مقاوس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. مفيش حاجه اسمها لازم. سوري يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك مقاوس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. ده في نفس وقت اجتماع الوزراء. حضرتك هتعتذر على الاجتماع؟ مبعوز الوزارة أي حد من الرسم يروح يستقبله، أما اجتماع الوزارة أنا ما أقدرش أعتذر عنه. تحت أمرك يا فندم. الساعة 6 في منزل السفير البلجيكي. أعتذر. تحت أمرك. في إيه تاني؟ ده ملف مندوب جامعة الدولة. اللي سعادتك هتقابليه بكرة. دي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه. خالد نواف بقى مندوب الجامعة. مش عايز اعرف حاجة. تحت امرك. ايه يا كبير؟ خد انت، خد انت، خد خد تعطونا بقى. حط فين؟ كفاره مين؟ تعال خد اجيبه، تعالى كله. لا سبقتك يا معلم. يا عم تعالى. يا عم خلاص يا عم، بقول لك ايه؟ هيثم ايه بقى حكايته؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه؟ يا عم الراحه علينا يا عم، عارفين يا عم، عارفين. بقول لك يا ميمي، كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالها سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ لا طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكايه بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيا الاول. يا صاحبي في ايه؟ النسوان دماغها طاقه، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده مزاجها يا دياب. بس لو حكمت ورحمت ابويا مليان نزول تاني من البيت. هي عملت ايه ما تقول لي؟ ما عملتش حاجه. لا عملت حاجه. يا جدع هنقعد نعيد يا عم في ايه؟ ما عملتش حاجه. ايه تعترضني يا جدع؟ مفيش حاجه. ايه عايز اتكلم معاك كلمتين بالراحه. حكايه وما فيها انها شغاله معايا وانت عارف. وهناك في بشوات نمره واحد وحتى لما تروح لوحدها بالليل. ما بقاش انا مطمن عليها. مفيش امان يا صاحبي. يا دياب. مفيش حاجه. لو في حاجه رسيني. يوه عيب عليك يا جدع، انت مفيش حاجه والله. سندوتش يجيب لك. انت عم تبتلع لف كله. يا سلام. روميا. ماشي. جرجير؟ جرجير. ها. صباح الفل. صباح العسل. أمك أنا بعمل لك سندوتشات. ها. ها نحلة. أيوة بيجي عناية. خلي بالك عبر ميك. أنا قلت البت دي مش هتشتغل يعني مش هتشتغل، وأشوف بقى كلمتها تمشي في أم البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في أم البيت وأبو البيت يا حبيبي هتمشي؟ هتمشي على نفسه ياما مش عليا. أوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل إيه في الطلعة والجاية. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. أنت مالكش حاجة عندي. أنت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا واد يا ميمي. عايز تمشي على حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا إيه؟ أيوة يا بنت، إحنا ما إحناش بقرون. معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. أنت بتسخنيه ياما وهو بيضربني بتسخنيه؟ ده باين إنه مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا؟ أي إيدي. بقى أي إيدي. طب يا أختي. هيا مصحف، خلصت ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغاله اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت، هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بتقعش من اول مره. واديكي قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغاله اهو، بس فلوسهم تحضر بكره،
لو المقدس جه وجرد ومنقاش لدهب ولا فلوس هيزنوني في كلامه وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغاله اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبة ايه بقى؟ زي النهاردة من سنة كان أول يوم اتقابلنا فاكر؟ يوسف أنا عارفة إن أنت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده بس أنت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت أعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجة حاولت أعملها من غيرك بس والله العظيم ما قدرت. أنت صعبت عليا كل حاجة من غيرك. بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا، هيكون من مين يعني؟ اسمعي يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شايله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمه؟ لا انا رايي تقعد النهارده في البيت تتفرج على الاعاده دي، مهمه جدا، اهم من الماتش. اوه جمهوره دافد، خلي بقى الاهلي ينفع. طيب لما اشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مين؟ جيت كشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتيها له من بره. وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين الروشتة؟ هتصرفها لي من عندكم. مالكيش دعوه بس هاتي الروشتة. ايه وما معيش الا هم دول ورحمه ابويا ما معايا غيرهم. خليهم معاكي، فطري بيهم الوقت ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. الهي طعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. وادي يا نحل. عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهل ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك كفايه تقطيع بصل والمصحف، انا احول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سونا الله، اللمه حلوه يا وليه. ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا يا زوزة يا اختي. ان شاء الله يا رب، بس ما ناقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. ودي نحن. أنا يا ست زوز. ما تروح تنده لصلاح أخويا وتستعجل. حالا حالا يا ست زوز. حالا أنت رايح فين؟ رايح فين أقعد؟ يا عمتي مصحف صلاح مات من زمان. مات يا سيدي. مات إمتى يا واد؟ اتفاجئي ليه يا ميم؟ مزعل زوز ليه يا أخي؟ في إيه؟ أنت مش شايفها؟ جه النهارده شادية في معبودة الجماهير. حق الواد ده أحذره بايخ قوي ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحمود. طيب وعندك صلاح بالمره برضو. ها ماشي، عندها لك صلاح اهو. اه يا سماح، مش تودي امك دكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعم يا اخويا قلت لها 100 مره، هي اللي ما هياش رد. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا ديل؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديب؟ لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك، روح وقول له سماح بتقول لك. اسمعي بقى وكفايه تطجين في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. لقيت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير، وانا مش هقف لك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جابه. ما انت برضه لو ما بطلتيش لا هيحن ولا هيعبر. في ايه يا سماح؟ من واحنا عيال صغيره في الحاره هنا واحنا عارفين ان ميمي كاتبك على اسمه. ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. ليه باب ناقص يا اخويا؟ وانا كمان في دماغي حاجات يا ايه اللي في دماغك يا بنت على الصبح؟ دماغك ما تروحش اللي بعيد يا روح امي. صباح الخير يا مو. صباح الخير. هو في ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي بكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب وصباحك فل. وحشتيني يا بنت. انت كمان. طب اقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. حار. يلا.
طلعت لي يا خالتي عنك. ابو يوسف سلام يا حبيبتي، ربنا يعدلها لك يا جيجي يا رب يا بنت امان. يا رب من بقك يا رب السما. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل يا يوسف، ازاي؟ الحمد لله. انا عايزاها المسقعه وصلت، عايزاكم بقى تدوقوا المسقعه صنعت ايديا وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا ديحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن ولا ايه يا زوزه؟ ما المنطقة كلها عارفة ابو يوسف المسقعة بتاعتك بينج بينج. بتاعتك بينج وصلت اهي هي تحت. أكيد بتتكلموا على مسقعة خالتي ديحة، دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء ويرزقك بابن الحلال. بت يا شاحن. روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا أمال، يلا يا أختي نروح نجيب الطعمية، يلا قومي يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عامل ايه يا حبيبي؟ كيف اخبارك؟ خد بالك شويه دهب بقى ان انا ايه؟ لوز. لا ملوش لزوم الاستعجال، السوق رايح قوي اليومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه وقف الحال ده بقى الله؟ انا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس، وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه، البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي، هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ اه يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده، والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبين العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه، خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدماغ. بس انا بقول لك ايه، النبي عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الذهب في الطعام. دهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده ذهب؟ يا بنت قطعيها عيب، مش كفايه؟ ازيك يا دكتوره؟ دكتورة ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوة مني. واجدع من 100 دكتورة كمان، ده انت ملاك الرحمة شيماء. ونعمة من كتر العيا والعيانين اللي بنشوفهم في المستشفى، حقتهم يسموها ملاك الزحمة. ربنا يشفي العيانين. يا رب. انت عارفة شيماء وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت، رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضة ايه؟ خواجاية. شعر اصفر وعينين خضرة، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي، بنت فلة. وراحت فين دي؟ أكيد اتجوزت واد بعينين خضرة وشعر اصفر، واد فلة. مش بيقولك البت فلة؟ اهدى على نفسك، ما تهدى انت شوية على البت بقى وتنوي على الخير، عايزين نفرح بيكم. ربنا يسهل بقى. هيسهل ان شاء الله، بس انت انوي، البت بتحبك. قلتلك حاجة يا بت ولا ايه؟ والنعمة لا، بس انا ليا عينين وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها. لا قولي لي يا ولية، المعدول جوزك ده ما بيجيش؟ لا يا اختي بيجي، بس كل فين وفين. انا اللي اعرفه ان الراجل لو مش قد المسؤوليه لا يتجوز ولا يخلف، زي الواد جيبه ابني كده بالظبط، ما هوش قد المسؤوليه ولا قد الجواز ولا الخلف. لا يا شيخه، جيبه رخر كده واسخا من كده، ده نمه اساليني انا عليه. والنبي. ومن نبى النبي. قولي لي يا ولية، هي البنت بنت جيجي ما جالهاش عريس الايام؟ يلا يا بنتي هات الطعميه. بتاكل بسرعه يا سياسي. ايوه بس المسقعه ريحتها تفتح النفس. تسلم ايدك يا ام يوسف. بألف هنا وشفا، ان شاء الله تعجبها. بتعجب الباشا، امال ايه؟ انا عامله لك طبق زيت تاخده معايا. تعيشي، ايه رايكم الفطوره اللي جايه نعملها كلها مسقعه وندوق بقى؟ يا سلام. كله مسقعه، كله مسقعه، مفيش بصاره يا سياسين، ده البصاره حلوه قوي. لا لا حلوه، امال ايه البصاره؟ فين العيش يا ولاد؟ العيش اتاخر. يا نصه تعالى. ايوه اهو، Okay, it's fine. You sure? Yes. Here's the money. How much in there? Here's half. The other half after 2 days. That wasn't our agreement. We agreed that the full amount of money should be paid on delivery. Sorry, Mr. Shammy. It's a lot of money. Besides, the transfer hasn't come through yet. I will pay you after 2 days. Okay, Mr. Denny, I will agree this time because this is not the first time that we do business together. But I will get my money within 2 days, not more. انت عايزنا نروح على اسم برجلينا وكمان بالسلاح المسروق؟ صباح الفل يا جنين، انت عايز تجبسنا في حيطه ولا ايه؟ جرايه بكتيريا، ده انت حبيبي، يعني مش انا اللي هجبسك في الحيطه. بعدين بقول لكم الحوار ده على ضمانتي، انتوا رايحين بوسطجيه، هتسلموا وتردوا على طول. واحنا ايش ضمنا؟ هي الحكومه ليها امان؟ افرض روحنا بالحاجه مقفشنا ومشايلنا الليل. يا ده انت حمار، بقول لك الحوار ده على ضمانتي، يعني محدش هيعرف يعمل معاكوا اي حاجه. بعدين لو ما انتوش حاجه مفسوكه ليه واقفين هنا فوق دماغنا؟ بعدين لما وصف كل معنى انتوا كلكم شويه على المسجله، والداخليه ليها البوم صور لكل عريس فيكم، فنودي الحاجه وما نقرفش روحنا يا جدعان. خلاص يا ريس خلاص، احنا هنعمل يا اسطى اللي انت عايزه، بس انا بقول لك اهو قدام زيت وبكتيريا، انا مش مطمن يابا للحوار ده. وانا يابا في ضهرك في اي حوار. يبقى خلاص يا جدعان، امانه زلطه، ما دام الحوار ده عند الرايق يبقى البقال لا في الكلام. مات الكلام؟ مات الكلام. بدي
ايه مفيش ازيك يا عمي؟ طب مفيش سلام عليكم؟ ابويا وحشني قوي. لما بعوز افتكره باجي هنا كل ركن بيفكرني بيه. حضن وحشني قوي. ما انت اللي واطي. لو حضن وحشك كنت تيجي تقعد مع عمك. انت اتربيت هنا قديم. يعمل عيب. اتنططت هنا. كنت كل يوم تعيط ومش عايز تروح، راسك وقال في سيف تبات هنا. قال ايه؟ علشان تشوف العصافير وهي مصبحه. يا العصافير. عارف يا عمي؟ انا كنت ببص على العصافير. بقول يا رب يا رب ادي لي جناحات زيهم عشان اطير واروح بعيد وابقى مع نفسي. اه بس ربنا اداك عقل يا ديب وقال لك ما تطيروش. قصدك ايه؟ مش عايز تتجوز ليه يا ديب؟ عشان تسافر؟ اه عايز اسافر. وانت عارف ده حلمي من زمان. انا مكاني مش هنا وانت عارف. بحاول بس اعيش. بعدين عم لما اسافر هعمل لي قرشين هتجوز في حياتها براحتي. سيبك مني انا خالص. انت بقى ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ طب اللي يقول لك اني عاوز. عاوز؟ عاوز ايه؟ في سنك ده؟ ايه ده انا كبرت ولا ايه؟ لا لا ما كبرتش ولا حاجه، ده انت زي الحسن. طب قول لي قول لي هي مين وبدلتك عندي؟ كحلي مقلمه دي. كحلي ومقلمه وبتلمع كمان. هتكتم دي؟ هكتم ايه؟ انت هتتجوزها في السر ولا ايه؟ لا سر ايه بس؟ لسه ما فتحتهاش وخايف ترفض يبقى شكل عمك وحش قوي. ترفض ايه وبتاع ايه؟ مين دي اللي ترفض؟ المعلم ياسين على سن ورمح. قول لي بس وانا اروح اكلمها لك. تكلم مين يا مفضوح؟ بقول لك سر سر. ايه ده؟ قول بقى قول ورايح قلبي قول. هتكتم؟ هكتم. هجيب البدله؟ هجيب البدله. مديحة. مديحة مين؟ مديحة. أيوه أنا عارف إنها مديحة. مديحة مين؟ مديحة يا مديحة. ويلا مديحة؟ مديحة أم صاحبي؟ أم يوسف؟ يا نهار أسود أم نايدة. أقول له إيه؟ ما تقولوش أنت تكتم خالص. أكتم إيه وأنا جيت هنا؟ أنا ما جيتش هنا أساساً ولا سمعتك أصلاً. أم صاحبي أنت في إيه؟ أنت على كتار ولا إيه؟ طب والبدلة دي؟ بدلة إيه؟ انسى موضوع البدلة ده خالص، انساه خالص من دماغك. لو انا جاي افتكر ابويا ما اشوف لي اي صوره ابص فيها. طب اتكل على الله دي يا راجل. اوعى ايدك يا راجل. اتكل على الله دي انت وصل دماغي. خلاص يا راجل جاي افتكر ذكرياتي ايه وذكريات ابويا. ايه انت لسيتنا ابويا واللي جاب ابويا كمان. ام صاحبي ايه ده؟ مفيش بدل. انسى موضوع البدل ده خالص يا راجل. انت حاجه وحشه يا اخي. النسوان دول عليهم حاجات. جايه تقول لي انا حامل وان في بطني ده يبقى ابنك؟ عايز تشتغل ان انا بنت المجانين؟ يا يوسف ممكن الواد ده يطلع ابنك بجد وانت مش عارف. ابني انت كمان يا مين؟ يعني مش كنت ماشي معاها؟ اه كنت ماشي معاها بس ما حصلش حاجه. مين قال لك؟ ما انت حكي لي حاجات كتير. انا حكيت معاك في الحوار ده؟ انت حكيت بلاوي. لا يا عم لا. ما يعني الواد ده ممكن يبقى ابنك بجد؟ يا عم بارك معاك. بس معلش يا يوسف انت اللي غلطان. ما انت كل يوم ماشي مع واحده شكل. تخيل بقى الستات اللي انت عرفتهم في حياتك دول كلهم عاملوا زي البنت دي. هيطلع لك مش اقل من 80 عيل. حسبتها على كده ورثه. حب واحده في حياتك. بنت كده حنينه بنت ناس. انت ايه بقى الحكمه اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ تفكرني زيك كده ولا ايه؟ انا حاجه تانيه خالص. انت الطول تبقى زيي. وبعدين انت شكلك ناويه تتجوز؟ المشكله يعني سيب بقى ناشفه بنت الجزمه. مين بقى بنت الجزمه؟ مين بقى؟ مين بنت الجزمة دي؟ موحة. موحة مين؟ موحة. موحة هي موحة. مغلباني والله يا يوسف. أمال إيه بقى ما دام بتحبها عمال بتمسيها بعلقة وبتصبحها بعلقة؟ يا يوسف ما هي اللي بتعصبني. أنا حتى لسه دببها علقة الصبح النهاردة. ليه يا عم؟ إحنا كنا الصبح مع بعض وزي الفل. بعد ما خلصنا الفطار. يا أخي والله متضايق، مفكر أطلع كده راضية بكلمتين. ولا أقول لك أنتش على تليفون في الهادي؟ لا بلاش. كلم عمتك خليها تقضيها، ما تكلمهاش انت، خليك برنس. صح. انت برنس وانا حبيبك، علمني بقى الشغل ده بتاعك. حاضر، ماشي.
يا عمتي انا ميمي. البنت موعه فين؟ راحت فين؟ تاني؟ راحت ترقص تاني؟ طب على الحرام من دي اللي هكسر وشها، اقفلي يا عمتي. في ايه؟ اهدى، في ايه؟ اهدى ايه؟ راحت ترقص تاني، بتكسر كلمتها يا يوسف. يا ديبو، يا سماع عندك؟ طب اقفل انا جاي. سلام، تعالى يا يوسف. اهدى يا جدع الحكاية، ما تتاخدش قفش كده. وبعدين انت كنت واخدها دكتوره بسماعات، ما انت عارف انها رقاصه. انت هتديني يا اخي، انت بتنرفزني. هي العربيه فين؟ العربيه مع ديبو النهارده. دكتور عليه. يوه ولا عاطف، انزل يا عايز ايه؟ انزل روح مشوار واجيلك. انا خد بس رايح فين؟ اديني ولا. تسلم ايدك. والدمغ تقلتها ولا ايه؟ الراجل المره اللي فاتت قال لي الدمغه لازم تبقى تقيله، ما عرفش يصرف البضاعه. ما تخافيش، المره دي زي الفل. محدش يعرف يفرقنا على 21، بس فلوسهم تحضر بكره. الماتس كلمني وقال لي هينزل مصر في اي وقت، وانا عايز اقفل حساباتي قبل ما يجي. ماشي. الواد قلبه بيوجع وعايز حد مزيكا. بتعيطي؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هموتك النهارده يا بت. هو موتني بتاعي يا يوسف؟ انا مالي؟ يموتك ولا يقتلك؟ انتوا رافوا بعض اصطفلوا مع بعض. طب اطلعي انت. رايق. والنعمه شريفه يا اخويا، انا كنت بعمل كده بس عشان اغيظك. واللي عايز يغيظ حد يا سماح يروح يشتغل رقاصة. لو مش هي رقاصة دي الهانم عاملة لي فنانة المنطقة. يحرقك بجد يا يوسف، انت بتسخنه اكتر ما هو سخنان. والنعمة شريفة يا رايق، زي ما بقولك كده بالظبط. وحياة ربنا عندي يا اخويا، انا كنت بس بغيظك عشان يعني ما انتش سائل فيا. يا جدع ده انا بحب رايق. عايز ايه من زفت؟ بقولك بحبك. ما سمعتش حاجة. انت سمعت حاجة يا يوسف؟ مش واخد بالي. خلاص بقول لك بحبك. مش سامع. بحبك. يعني مفيش رقص تاني يا بنت؟ ونعمة شريفة ابدا. واكتب عليك الليلة دي. ايه؟ ايه ما خدتيش بالك انت كمان؟ اسكت بقى. قول ونعمة شريفة وحياة معها عندك ما هترجع في كلام. ايه يا بنت؟ هو مين بيرجع في كلام ولا ايه؟ بنت تهدي، ده عربية نقل. معلش يا جماعة، اصل الميت قربنا بس من بعيد، من بعيد. لو فتحت بقك هقطع وشك. دول اشتركوا
مع ناس غالية كبير ولا حست فيه.